الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله ده تاني فيديو عندنا في الهيد انجري. هنتكلم فيه عن ايه؟ هنكمل إن شاء الله كلامنا عن السكال الدي كومبريشن اوبريشن، الاتنين اللي احنا قلنا ان هما لسه باقيين لنا في السكال، وبعد كده هنتكلم عن الانتراكرينيال هيموج، ودول محطوطين في جارد. طيب ايه اللي انا هتكلم فيه لما هيجيني السؤال؟ مثلا يا اما هيقول لي ديسكريبشن يا اما هيقول لي منشن، واحنا عارفين. طيب ركزوا معايا كده، لان الديكومبريشن اوبريشن انا مش هجاوب عن الفايف بوينتس اللي قدامي، انا هجاوب عن 3 بوينتس بس، ان انا اعمل ايدنتيفاي للانجري، ومنشن للكوز اوف ذس، ومنشن للتايم اوف ذس. طيب تعالوا كده نروح لها. اول حاجه ادي الاثنين سكال اللي عندي ليهم ديكومبريشن اوبريشن. يعني ايه ديكومبريشن اوبريشن؟ يعني انا دخلت عمليه، بدات افتح الديفكت اللي قدامي في البون ده علشان اعمل ايه؟ اقلل الانتراكرينيال تنشن اللي في السكار، وبالتالي الشخص ده يعني يخف ويقوم كده. طيب انا دلوقتي المفروض اعمل ايدنتيفاي للانجري، هقول ايه؟ الاثنين زي بعض في الايدنتيفاي بتاع الانجري، ان هما دي كومبريشن اوبريشن حصل في الفولت بتاع السكال بين قوسين هيلينج بون ديفكت. طبعا هيختلفوا من حيث بقى الشيب والريليشنز للسوتشرز واللينس والكلام ده كله، بس عندي معلومة ان انا لازم اكتب حاجة اسمها تيرفاين اوبريشن في الاتنين، واتكلم شوية عنها. الكلام ده هنجيبه من النصح، طبعا مش هنضيع وقت فيه. طيب اهم حاجة عندي بقى هنا ايه؟ الكوز اوف ذس والتايم اوف ذس، ده اللي بيهمني قوي في الاتنين سكال دول، لانه مختلف في الاتنين. لو جينا مسكنا الاول السكال اللي على الرايت دي، يعني مش عايزه اقرب قوي، ايوه السكال اللي على الرايت دي، الكوز اوف ذس يعني الشخص ده يكون مات من الشكل اللي قدامي ده، اعرف منين هو مات من ايه؟ مثلا اول حاجه ممكن يكون مات من كومبريشن، من لاسيريشن، او من سيرجيكال انترفيرنس. اشمعنى الثلاث حاجات دول؟ هقول لك لو انت ركزت كده على الحدود بتاعه السكال هلاقيها لسه شارب ايدجز، ومعنى ان هي شارب ايدج معنى كده ان الشخص ده مات بسبب الانجري دي على طول، فده يوديني لنقطة ان التايم اوف ديس بتاعه شورتلي داي افتر الانجري، وده نتيجة ان انا شايفة الشارب ايدجز. يبقى الشارب ايدجز هي اللي بتحدد لي التايم اوف ديس، ان هو مات على طول. ليه؟ لما بيبدأ الشخص ده يتعافى والديفكت اللي عنده ده يبدأ بقى يعمل هيلينج وكده، بيبدأ يخلي الايدجز دي راوندد، فطالما هي لسه ما بقتش راوندد معنى كده ان هو مات على طول بسبب الانجري. يبقى انا خلصت نقطة التايم اوف ديس. طب نخلص نقطة الكوز اوف ديس، احنا قلنا ان هي كومبريشن او لاسيريشن او سيرجيكال انترفيرنس. كومبريشن دي معروفة لان احنا قلنا اي ديفكت في السكال هيعمل كومبريشن. طب طالما الديفكت ده عمل بينيتريشن كده يبقى طبيعي دخل للبرين وعمل لاسيريشن، طبيعي الشخص ده اكيد راح مستشفى وبدأوا يعملوا له الديكومبريشن، والا ما كنتش سميت اصلا السكال دي ديكومبريشن. فوانا بعمل السيرجيكال انترفيرنس برضه ممكن يكون مات. يبقى خلصنا ازاي الكوز اوف ديس عرفته وازاي التايم اوف ديس عرفته. طيب السكال بقى اللي على الليفت دي، انا طبعا الايدنتيفاي الانجري نفس الكلام، دي كومبريشن اوبريشن اوف فولت اوف سكال، وبين قوسين ممكن نقول ايه؟ هيلينج بوند افكت. اهم حاجه عندي الكوز اوف ديس والتايم اوف ديس. ايه اللي ممكن يكون موت الشخص اللي على الليفت ده؟ بيقول لك ممكن يكون مات من ماينور تروما او من سيبسس او من اذر كوز. يعني ايه؟ ازاي الديفكت اللي جنبه على الرايت ده يموت من كومبريشن ولاسيريشن وسيرجيكال انترفيرنس، وتقولي ان السكال دي تموت من ماينور تروما، من سيبسس، او من اي سبب تاني غير الديفكت ده اصلا؟ هقولك لان حضرتك لو ركزت على الايدجز اللي عندك دي هتلاقيها سموث. يعني ايه سموث ايدجز؟ يعني الشخص ده ما ماتش من الانجري، لا ده مات بعد الانجري جب 3 شهور، لان بدا يحصل سموث ايدجز وبدا الشخص ده يتعافى، وهيبدا بقى يكون الفايبرس ميمبرين اللي هيقفل له المكان ده خالص. طب هتقولي فين الفايبرس ميمبرين؟ انت طبعا هتذكر ان بدا حصل بيجينينج الفورميشن اوف فايبرس ميمبرين. هتقولي فين فايبرس ميمبرين؟ هقول لك حضرتك انا جايبه لك سكال، يعني الشخص ده تاكل الميمبرين، اكيد هيتاكل، البون مش بيتاكل بسرعه، فبالتالي الميمبرين كان موجود بس تاكل. فانا دلوقتي لما اجي اقول لك سبب الوفاه، احنا عارفين ان الممبرين اللي بيتكون ده من النظري اصلا ممكن يسبب وفاة نتيجة مثلا لو الشخص اتعرض لماينور تروما او سيبسس او اي اذر كوزس بقى تانية، اصلا هو كان عنده مثلا مرض وحش او كده وسبب له الوفاة غير الديفكت ده خالص. طب وقت الوفاة بتاعته لما انا اشوف الايدجز دي بالمنظر السموث ده اكيد هو مات بعد 3 شهور. اشمعنى 3 شهور؟ ما احنا عارفين ان بعد 3 شهور
الايدجز بتبقى سموث وبيبدا يحصل فورميشن للفايبرس ميمبرين. فبالتالي انا عرفت ان هو ايه مات بعد 3 شهور. وده الاختلاف عندي المهم قوي، ان انا اعرف ان السكال اللي على الليفت دي مات بعد 3 شهور، اما اللي على الرايت ده مات شورتلي افتر انجري، مات على طول يعني كده. نبقى احنا خلصنا الاثنين اللي كانوا دي كومبريشن، وهم سهلين قوي وما كانش فيهم يعني كلام كتير، ما فيش بس اللي ملحوظه بعد 3 شهور دي. هندخل دلوقتي على الانتراكرانيال هيموريدج، وقلت ان الانتراكرانيال هيموريدج هي الجزء الثاني من الهيد انجريز اللي انا بشرحها، وكلها هنلاقيها موجوده في جارات. الجارات اللي عندي بقى دي ايه؟ انا عندي 5 جارات هتكلم عنهم دلوقتي، 3 فيهم سكالز بس، وجار هنلاقي فيه برين بس لونه بني كده، وجار تاني هنلاقي فيه سكال وفيه برين. اول جار معايا اللي هو السكال اللي قدامكم دي، طبيعي انا جاي نسكال عشان ان انا مثلا اعلق على هيموج، اكيد عندي هيموج. الهيموج اللي قدامي ده سب بيريوستيال هيموج، انت شايفه فين؟ لو بصيت على الصوره اللي على الرايت دي، في كده زي تفرعات لونها اسود او بني غامق كده، التفرع ده هو ده الهيموج. يعني ايه سب بيريوستيال هيموج؟ انا عندي ايبيبريوستيوم واندوستيوم اللي هما البون اصلا بتاع السكال، النزيف حصل ما بين الطبقتين دول، فبقول عليه سب بريوستيال هيموج. ده مش من الانواع اللي احنا درسناها في النظري، تمام؟ ده مش حاجه من اللي احنا درسناها في النظري، ده اسمه سب بريوستيال هيموج. النزيف حصل اصلا في البون، في البون نفسه. طيب انا عرفت دلوقتي ان ده سب بريوستيال هيموج. طب انت ملاحظ اي حاجه تانية على الجار؟ اه، لو بصينا كده على الصوره اللي على الليفت دي، هنلاقي انه واضح قوي ان في عندي دايستاتيك فيشر فراكشر جاي كده من فوق، وفضل ماشي ماشي في قلب السجيتال، فضل مكمل كمان على فكره. لو الجام معانا هنخلي بالنا ان كمان مكمل في اللمضويد سوتشر وعمل له سيبريشن. يبقى انا لما اجي اعمل الدايجنوزس على الجاي اللي قدامي ده، لازم اقول ايه؟ لازم اقول ان ده دايستاتيك فيشر فراكشر والسب بريوستيال هيموج. يعني الشخص ده حصل له فيشر فراكشر سبب له سب بريوستيال هيموج، فده الدايجنوزس بتاعي. طيب نيجي بقى قبلها الكوستيف انسترومنت. طب هو الكوستيف انسترومنت اللي بيعمل فيشر فراكشر ايه؟ قلناه في الفيديو اللي فات، الهيفي بلانت انسترومنت اللي ليها وايد سترايكنج سيرفيس ولو مومنتم، زي مثلا ايرون بار او لارج بيس اوف وود، وحتى شفنا اشكال الانسترومنتس دي. اي حاجه من دول تعمل دايستاتيك فيشر فراكشر هتسبب سبريوستيال هيموريدج، تمام؟ ده بالنسبه للجزء المهم اللي انا عايزه اعرفه في الجار. طب الكوز اوف ذس والتايم اوف ذس هتبقى سكيما عامه هقولها بعد ما اخلص عشان تكتبوها يعني ان شاء الله. نيجي على تاني جار، عرفناه ازاي؟ برضه قدامنا حاجتين، انا قدامي اهوت الهيموريدج. الهيموريدج ده ايه؟ لو بصينا كده على الهيموريدج اللي في الميدل وركزنا عليه، هنعرف ان ده النوع اللي اسمه اكستراديورال هيموريدج. يبقى النوع الهيموريدج اللي على الصوره اللي في الرايت ده، اللي موجود في الميدل عند الفالكس السيربرايد، ده اكستراديورال هيموريدج. طيب لو ركزنا كده حواليه ما بين يعني ناحيتين من الاكستراديورال هيموريدج ده، هنلاقي برضو في نقط هيموريدج كده، وفي بقع هيموريدج برضو تانية بس مش واضحه وضوح الاكستراديورال، ده اسمه سب ديورال هيموريدج. طب على الصوره اللي على الليفت دي، لو جينا ركزنا هنلاقي فيه برضو بقعة بني كده، ده سب بريوستيال هيموريدج. طالما واضح من بره، خلي بالك السب بريوستيال بيبان من بره اكتر ما بيبان من جوه، يبقى طالما واضح من بره يبقى اقول عليه سب بريوستيال. يبقى انا دلوقتي الجار اللي قدامي ده فيه هيموريدج، فعلق على الهيموريدج اول حاجه علشان اعرفه بسهوله. اول حاجه شفت ان فيه في النص اكسترا ديورال، وعلى الجانبين كان فيه سب ديورال، ومن بره شفت سب بريوستيال. طب ايه اللي عمل الهيموريدج ده كله؟ ايه اللي ممكن يكون عمله؟ طب تعالى كده بص معايا على الصوره اللي على الليفت، هنلاقي البقعه البني دي فوقها خرم كده، الخرم ده بنيتريتنج فراكشر، يعني كان في مسمار دخل في السكال بتاعه الشخص ده سبب كل الهيموريدج اللي انا قلته ده. يبقى لما اجي اقول الدايجنوستس بتاعي على الجار ده اقول ايه؟ اقول ان ده بنيتريتنج فراكشر with extradural subdural subperiosteal hemorrhage. يبقى penetrating fracture مع التلاتة ايه؟ التلات انواع الهيموريدج اللي انا قلتهم. طب ايه ممكن الكوست اوف انسترومنت؟ انا قلت ان هو نيل، هل هو نيل يعني همسك مسمار كده وادخله يعمل كل الهيموريدج دي؟ تخيل كده ان انت ماسك مسمار ودخلته في دماغ حد، اكيد مش هيعمل كل الهيموريدج ده.
ده بيقولك ان هي كانت عبارة عن قطعة خشب وفيها مسمار، وحد ضرب بالخشبة اللي فيها مسمار دي على دماغ الشخص اللي مات ده، فالمسمار دخل طبعا بالقوة دي كلها وسبب كل الهيموريدج اللي انا قلته. فنقولها ازاي بقى بالانجلش؟ نقول ان هو blunt instrument with sharp pointed object fixed ليها، fixed to it، يعني هي حاجة blunt instrument زي مثلا large piece of wood، والنيل ده هو الشارب بوينتد اللي فيكسد للوود ده. ده بالنسبة للجار ده، خلاص احنا كده عرفناه وسهل قوي. نيجي على تالت جار، عندنا سكال لوحدها قدامي هوت، شايفين الهيموريج اللي سيبكوا خالص من السؤال اللي على الليفت ده، يعني ظهر الجار لو انتوا عايزين تشوفوه، انا اهم حاجة عندي السؤال اللي على الرايت دي. شايفين الدم الكتير قوي اللي ما بين البون وما بين الديورة، ده اسمه اكسترا ديورال. هقول هيموريج؟ لا، طالما الدم زاد معايا يبقى اقول هيماتوما، الدم كتير. شايفين الهيموج كان حاجات بسيطة فروعات كده صغيرة، يبقى هنا اقول اكستراديورال هيماتوما. طيب اكستراديورال هيماتوما وخلاص كده؟ لا، هتقول بقى ترفاين اوبريشن، كان الشخص ده اكيد بيعمل عملية، فعشان كده ايه بقول ان هي اكستراديورال هيماتوما اند ترفاين اوبريشن. ممكن انت ما تكونش شايف الاوبريشن يعني وهي بتتعمل وكده، وهقول لك ليه انت مش شايفها. انت مش شايفها لان للاسف الشخص ده مات اثناء الديكومبريشن، اصلا اثناء العمليه هو مات، فاحنا ما لحقناش نعمل له حاجه يعني ونخرم بقى في السكال ونبدا نشيل الهيماتوما والكلام ده كله. يبقى تاني الجار اللي قدامك ده عباره عن اكسترا ديورال هيماتوما اند ترفاين اوبريشن، والشخص ده مات وانا بعمل له العمليه قبل ما اعمل له ديكومبريشن. لازم تتكتب، بكتبها فين؟ في البوينت بتاعه التايم اوف ديس، اكتب عشان المعلومه دي مهمه وخطيره جدا. طيب ايه سبب الموضوع ده؟ هل مثلا في كوست اوف انسترومنت سببت الهيماتوما او كده؟ انا ما اتكلمتش عن كوست اوف انسترومنت ليه؟ اصل انا ما شفتش فراكشر او حاجه في السكال زي ما واضح قدامي كده، فكل اللي هكتبه ان حصل رابشر في الميدل مينينجيال ارتري هو اللي سبب الاكستراديورال هيماتوما. احنا عارفين ان الاكستراديورال لما بيحصل فيه هيماتوما او بيحصل هيموج او اي حاجه بيبقى نتيجه رابشر في الميدل مينينجيال ارتري او واحد من البرانشز بتوعه، فدي حاجة معروفة بديهية فأنا لازم أكتبها. تمام؟ يبقى تاني، وبرضو على فكرة لما في الجار ده لما نيجي نتكلم عن الاكستراديورال هيموج الموجود في النص عند الفلكة السيربراي ده، برضو ابقى أقول يعني إن حصل أبشر برضو للميدل مينينجيال أرتري، ده كلام هتقوله من النظر. أنا هنا بقول لك البوينتس المهمة. تاني قدام الجار هو عرفته منين؟ إن هو اكستراديورال هيماتوما، واضح إن في كلكية كبيرة من الدم بين الديورة ما بين البون. هقول التايم أوف ديث بتاعه، دي اهم واحده علشان ده الاختلاف الوحيد على فكره ما بينهم كلهم. كل الجارات اللي انا هقولها دلوقتي shortly die after injury بسبب ان انا مفيش لا signs of surgical interference ولا في healing ولا في sepsis. الوحيد اللي مات اثناء العمليه هو الجار ده، ولازم تتكتب before decompression. نيجي على الجار اللي بعد ده، برين بس، وقلت ان هو لونه ايه؟ تحسوه كده بيج بني حاجه في الرينج ده. هتكلم عنه ايه؟ وخلينا برضو نشوف الصورة الرمادية ده اللي هو عبارة عن برين وسكال، هنفرق ما بين الاتنين جار دول ازاي. الجار اللي هو برين لوحده ده ما جابليش سكال، تفتكروا هيبقى ايه؟ هو انتراكرانيال هيموج، ما احنا بنتكلم اصلا عن هيموج، طالما برين يبقى انتراكرانيال هيموج، وممكن تقول انتراسيربرال هيموج. طيب هل ايه سببه؟ يعني ما بكتبش انا الهيموج كده، انا لما كتبت صبر يوستي الهيموج قلت ان عشان دايستاتيك فيشر فراكشر وكتبتها في الدايجنوس، لما قلت كذا نوع من الهيموج قلت عشان بنتريتنج فراكشر، لما قلت الهيماتوما قلت في ترفاين اوبريشن. هنا هكتب ايه؟ هكتب انترا سيربرال هيموج وخلاص؟ لا، انا هكتب معاها باثولوجيكال انترا سيربرال هيموج. يبقى البرين اللي قدامي ده فيه هيموج فيه بس حاجه باثولوجيكال، اما ده حاجة تروماتيك. ليه؟ لان لو بصينا على السكال قدامنا كده هنلاقي فيها خرم كبير، معنى كده ان ايه؟ ان حصل هنا تروما، حصل هنا بنتريشن لحاجة سببت ايه؟ الانتراسيربرال هيموريدج ده. يبقى تاني طالما جاني برين، طالما انا عندي جار فيه برين يبقى الجار ده لازم يبقى انتراسيربرال هيموريدج. عندي بقى حاجتين، يا باثولوجيكال يا تروماتيك. الباثولوجيكال ما فيهوش سكال، لكن التروماتيك فيه سكال وباين قوي ان في بنتريشن في السكال دي. طب في حاجه مميزه هنا في الجار اللي قدامي ده؟ لا، اكتر حاجه مميزه ان طالما برين لوحده اكتب باثولوجيكال انتراسيربرال هيموج، والحاجه الباقيه هتيجي من النظري سهله جدا ما فيهاش اي كلام. طيب هنا هكتب ايه؟ تروماتيك انتراسيربرال هيموج. طيب لو جينا بصينا على السكال
وعلى البرين شايفين متهتك ازاي اصلا، كأن في حاجة دخلت خرمت كل ده. ايه الحاجة بقى دي؟ ايه الانسترومنت دي؟ بيقولك التب اوف ان ايرن بار، احنا شفناها في الفيديو اللي فات. الايرن بار دي اللي هي الحديدة السمرة الطويلة، حد دخل راسها في دماغ الشخص ده بقوة طبعا، وقام نازل قام خرم له السكال بالبرين، وسبب بقى الانتراسيريبرال هيموج وسميناه ايه؟ تروماتيك. ده بالنسبة ان احنا عرفنا الجارات اللي قدامنا دي ازاي. احنا هقول تاني، كان عندي 5 جارات، 3 منهم سكال لوحدها، واحدة برين، واحدة سكال وبرين. التلاتة سكال خلاص عرفنا ان كان في سبريوسال هيموج مع دايستاتيك فيشر فراكشر وشفناه. تعالوا نشوف الصورة تاني عشان دي يعتبر من أهم الحاجات اللي عندي في الفيديو دلوقتي. أدى الدايستاتيك فيشر فراكشر، والصورة اللي على الرايت موضحة السبريوستال هيموج، وأدى الأنواع بتاعة الهيموج تقريبا كلها موجودة في الصورة دي مع بنتريتنج فراكشر بتاعة النيل، ودي الإكستراديول هيماتوما، ولازم نذكر معاها التريفاين أوبريشن، وإن الشخص ده مات أثناء الأوبريشن قبل الديكمبريشن. البرين اللي قدامي ده باثولوجيكال انترا سيريبرال هيموج، وده هيبقى تروماتيك انترا سيريبرال هيموج بسبب التب اوف ان ايرون بار. وكده نبقى خلصنا يعتبر كل الجارات اللي عندنا. بقيت السكيما بتاعتي لما يقول لك الكوز اوف ديس، هنقول كومبريشن معاه كله سبب الوفاه. هنا ممكن يكون برين كومبريشن مع اي جار من دول. خلي بالك ان مع الجار بتاع الدايستاتيك فيشر فراكشر هقول كونكشن، ومع البنتريتنج ومع الجار اللي قدامي ده اللي هو التروماتيك هقول هزود اللاسريشن، والباقيين هيبقى كومبريشن لوحده. والتايم اوف ديس قلت ان كله هيبقى شورت لي داي، مات بسرعه بعد الانجري بسبب ان كان في ابسنس للساينز اوف سيرجيكال انترفيرنس والهيلينج والسبسس، ما عدا بس اللي هو الجار بتاع الاكستراديوال هيماتوما ده مات اثناء الاوبريشن بيفور الديكومبريشن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يعني تكونوا استفدتوا منه. اي حد عنده اي نقطه عايز يسال فيها في الهيد انجرز، انا عارفه ان الهيد انجرز طويله شويه، يعني يسالني في الكومنت وان شاء الله هجاوب عليه. وربنا